يا اهلا بيكم مره ثانيه. احنا عارفين ان كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق جاي عشان يحكي معانا النهارده في مساله مباريات مصر مع السنغال، لكن لقينا ان الموضوع بسم الله ما شاء الله كميه ورق وتفاصيل، ويعني حضرتك شخصيه منظمه جدا يا كابتن. الله يخلي حضرتك. والله سهل الواحد يستنتج ان انت فعلا شخص منظم وفي منتهى الدقه. اولا سعداء بوجودك معانا. طبعا انا سعيد اني موجود مع حضرتك طبعا، النجمه بتاعتنا، وسعيد اني موجود في قناه النادي الاهلي، ومبروك طبعا الاستوديو الجديد. احنا عايزين نشكرك على كل مره كابتن ياسر بيجي لازم يطلع لنا صوره لينا، ويعني جايب لي صوره كمان الجائزه بتاعتك. لا والجائزه دي عامله حاله على التويتر بشكل كبير جدا. الحمد لله. الحمد لله. وطبعا حضرتك طبعا الناس كلها بتبقى فخوره ان انت حضرتك طبعا موجود معانا. شخصيات جميله وسعداء، حتى يعني 10 الصبح فعلا بيبقى جميل بوجودكم. تسلم يا كابتن. والله وانا بشكر حضرتك طبعا على الكلام اللي انت حضرتك قلته. لا طبعا انا عمال افر، يعني حضرتك قبل ما نطلع على الهواء حضرتك كنت بتحكي معنا هواد، انا عمال افر الحاجات وعمال اقرا العناوين والاحصائيات والنسب واعداد مشاركات اللعيبه في مش عارف ايه، وكم لقاء في بطوله كذا وكم لقاء في بطوله كذا. يعني لا ده حضرتك عامل موسوعه في مصر والسنغال الحقيقه. لما حضرتك تيجي تتعامل مع شخصيات زي حضراتكم طبعا ملمين بكل شيء، فالواحد لازم يبقى على قد المسؤوليه. طالعين نتكلم جمهور النادي الاهلي، فلازم يبقى على قد المسؤوليه ونبقى بقدر القناة النادي الأهلي بيتنا ومكاننا، فلازم نبقى منظمين بالشكل المطلوب يعني. فسعيد ان انا موجود معاكم، واتمنى اكون يعني نفيد الناس في حاجة كويسة. نخش بقى نخش على التقيل. انا هبدأ بمصر طبعا والسنغال، وخلاص بيفصلنا كام يوم تقريبا، يعني بنتكلم في حاجة بسيطة جدا 48 ساعة تقريبا ونبدأ، والناس كلها يعني منتظرة هذا اللقاء وعندها أمال. نتكلم 60,000 متفرج، بتتكلم في ناس كتيرة جدا هتبقى قلبها مع المنتخب، بتتكلم إن في روح بقى مختلفة شوية برضو. يمكن إحنا كان معانا هذا الخبر من قبل كيراش وفكرة لعبوا على حتة التحفيز النفسي وغيره وغيره. لا المشهد شوية ممكن يكون مختلف للأفضل. خليني أعرف من حضرتك برضو كابتن ياسر، يعني هل فعلا متوقع إن شاء الله يوم الجمعة ده هيشهد يعني راحة بال للجماهير وهيشهد لعب محترم وهنشوف اداء رائع ونتيجه رائعه من قبل المنتخب، ولا في قلق بصراحه شديده؟ اقول لحضرتك حاجه، من الناحيه الفنيه طبعا هو الماتش صعب جدا، هو ده يعتبر الجيل الذهبي بالنسبه للسنغال لما نتكلم كفنيا يعني. تمام. هو ده الجيل الذهبي بالنسبه للسنغال، عندهم افضل حارس مرمى في تاريخ السنغال، عندهم افضل لاعب في تاريخ السنغال، فماتش طبعا قوي جدا، ماتش مش سهل. احنا لما قابلناهم في نهائي البطوله الافريقيه كنا مجاهدين بحد ما، لعبنا قبلهم يعني العدد الراحه بتاعتنا كانت قليله شويه، لعبنا عدد كتير وصلنا لضربات الجزاء اكتر منهم، فوصلنا مجاهدين، كان عندنا لعيبه اساسيه ما لعبتش المباراه النهائيه، لكن يعني ده يدينا مؤشر ان شاء الله ان احنا باذن الله هنعدي الماتش ده. انا وجهه نظري ممكن ما نكسبش، بس اهم حاجه ما يجيش لا هدف. استناني هنا اقول لحضرتك ليه، اديني بس وجهه نظرك ممكن ما نكسبش، ده تصريح قوي قوي يعني يعني نطلع المباراه 0-0 ودي مش حاجه نتيجه سيئه. اديني اقول لحضرتك وجهه النظر بتاعتي. ماشي. اهم حاجه ما يجيش عندنا واحنا في مصر بالذات ما يجيش فينا هدف. يعني لو كسبت 1-0 2-0 اوكي ده حاجه ممتازه جدا، لكن لو ما كسبتش اهم حاجه ما يجيش فيها جول. يعني انا عندي طبعًا. نطلع 0-0 وما نطلعش مثلا 2-1 اكيد، بس احنا مش عايزين لا ده ولا ده. اقول لحضرتك ليه، الماتش اللي هناك بالنسبه لمنتخب مصر هيكون اسهل من الماتش اللي هنا. ليه؟ على ملعبهم، الضغط الاعلامي، الجمهور بتاعهم، لعيبتنا تقدر تلعب تحت ضغط كويس جدا، بقالنا كتير جدا ما لعبناش هنا في مصر تحت ضغط جماهيري بالشكل دوت، فالمباراه صعبه على اللعيبه المصريه بشكل كبير جدا. لكن ده دور هنا بقى محمد صلاح. لا انا معلش انا كابتن ياسر معلش مع احترامي طبعا انا مش مقتنع بوجهه النظر دي. حضرتك بتقول هناك هتبقى اسهل لينا ازاي؟ يعني مع جماهيرهم وعلى ارضهم وتحت الضغط بتاعهم الزياده، وحضرتك شايف ان احنا هنلعب أسهل. احسن فنيا اسهل. مش غريبه دي؟ لا مش غريبه. اقول لحضرتك ليه، لان احنا هنا محطوطين تحت ضغط جامد جدا. احنا هو لسه كناس بره الملعب مشدودين ومستنيين ماتش بشكل كبير جدا. اللعيبه بقى، اللعيبه ما لعبتش تحت ضغط الجماهير ده بقالها كتير جدا. يعني اعتقد ان الماتش ده بيفكرنا بماتش الجزائر ومصر بتاع 1-1 بتاع جون عماد متعب. اعتقد ان اللي صدق هيبقى كده بالشكل ده. ايوه بس ده. دول جماهيري، دول عائلتي، دول الناس اللي بتدعمني. أنا ابقى وسطهم ولا ابقى وسط جماهير تانية؟ حاجه كويسه جدا. انا بقول لحضرتك لو ما كسبناش اهم حاجه ما يجيش فينا جون، لكن ان شاء الله نكسب. طب ما تيجي نخلي يعني ايه نحدد الكلام اكتر. حضرتك قلقان من ايه
فيما يتعلق بلقائي مصر والسنغال، ومطمن لايه؟ مطمن ان احنا ان شاء الله باذن الله هنعدي، والماتشين يعني هم دول باذن الله، لان انا لما لعبنا في نهائي البطوله الافريقيه احنا كنا افضل في كل حاجه، لكن كنا مجهدين جدا زي ما قلت لحضرتك، كنا مجهدين بالنسبه للوصول للنهائي، كنا لعبنا عدد ساعات اكتر منهم، الراحه بتاعتنا كانت اقل منهم، فدي مدياني تفاؤل بشكل كبير جدا ان احنا هنعدي ان شاء الله هنوصل لكاس العالم. ده رقم واحد. يعني هي العبره بالاجهاد بس؟ ما هو احنا لعبنا يعني هل عدد الاجهاد، لو مش لو ما فيش اجهاد هل ده معناه بالضروره اكتمال الجاهزيه بتاعت اللعيبه؟ واكتمال التيم. احنا برضك لعبنا النهائي من غير باكايت الاساسي اللي هو عمر كمال عبد الواحد، احنا لعبنا بحد تاني، فبالتالي احنا برضك كان عندنا لعيبه اساسيه مش موجوده في المباراه النهائيه، وطبعا كان الشناوي مصاب، وطبعا ابو جبل كان عامل ماتشات ممتازه، لكن احنا دايما بنبقى ناجحين في البطولات المجمعه بشكل كبير جدا، بدايتنا دايما بتبقى مش عاليه جدا لكن النهايات دايما بتبقى كويسه. لكن انا بقول ان شاء الله ليه احنا هنعدي، وجهه نظري ان احنا المباراتين دول وبالذات المباراه الاولى على ملعبنا انا اهم حاجه عندي ما يجيش فيها هدف طبعا، دي حاجه اساسيه بالنسبه لي، وان شاء الله هنكسب. لكن ليه الماتش التاني اسهل؟ زي ما بقول لحضرتك ان الماتش التاني كروش بيعرف يدافع كويس، وعندنا لعيبه عندها خبرات عاليه جدا، ونقدر نخطف في اي وقت، فبالتالي هيبقى اعصاب لعيبتنا في الناحيه الدفاعيه هنقدر نشتغلها كويس جدا، عندنا لعيبه متمكنه لعبوا في افريقيا كتير وخدوا على الاجواء دي كتير، واحنا مع الفرق دي نقدر نكسب. ما انا عشان ادافع هناك لازم افوز هنا، ما انا لازم اهاجم هنا علشان ادافع هناك. ما على ملعبه، على ملعبه هو بيبقى محتاج الاول يهاجمك، فيبقى عنده مساحات مفتوحه اكتر، لكن هو لما يجي يلعبنا هنا بالتالي هيبقى متكتل بنسبه كبيره، وهيبقى قافل اللعب بنسبه كبيره. ما دي فرصه ليا. ماشي، بس هيبقى مساحات اللعب مش هتبقى مفتوحه زي ما انت حضرتك متخيله ان ماتش هيبقى ممتع ومساحاته كبيره، لا ده ماتش تكتيكي من الدرجه الاولى، لان فرقه عاوزه توصل كاس عالم، هو هيجي هنا هيقفل بشكل كبير جدا وهيعمل تكتل دفاعي بشكل كبير جدا، ودي يعني هتبقى محتاجه فرصه اللي هنروح بيها لازم نجيبها. ما اصل خلي بالك يعني الدوافع اللي عندنا، ما هو في المقابل السنغال عندها نفس الدوافع. ايوه تمام، بس احنا بنقدر نلعب على المساحات اكتر، هم كمان في المقابل بيخططوا له. أيوة. والحسبه اللي انت حاسبها على ماتش العوده هم حاسبينها بتفاصيلها بحذافيرها على ماتش الذهاب. احنا عندنا الثلاثه اللي فوق يقدروا يلعبوا على المساحات بشكل كبير جدا، زي صلاح، عندك مرموش، عندك مصطفى محمد، عندك النني والسوليه، دول يقدروا يلعبوا على المساحات ونقدر نشتغل بشكل كويس جدا، لكن لما تبقى المساحات مقفوله هنعتمد اكتر على الحلول الفرديه بشكل كبير جدا. فبالتالي هنا هنعتمد على الحلول الفرديه وعلى الكور الثابته بشكل كبير جدا، لكن هناك هو هيبدا يهاجمك فيبقى عنده مساحات في خط الظهر بشكل كبير جدا، هتفيدنا احنا من الناحيه الهجوميه. طب هو دي وجهه النظر بالنسبه لي. كروش هيبقى واخد في الاعتبار الـ 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 الاشخاص اللي عندهم الحلول الفرديه المنشوده اللي احنا بنتكلم عليها دي. نتمنى ذلك. التشكيل من البدايه. نتمنى ذلك. انا مع يعني اعتقد ان هو واخد قفشه عشان كده، عشان يبقى عنده حل في الناحيه الهجوميه يدينا مساحه اكتر، لان هو يعني دايما كوتش بيلعب 4-3-3، فدايما لعبه بيعتمد بثلاثه في نص الملعب، اللي هو حمدي فتحي بيبقى قدام السرد باكين، وبيلعب بالنني والسوليه ومرموش وصلاح ومصطفى محمد. هو مش هيغير عن التشكيل ده بشكل كبير جدا، هو هيعتمد على، وده انا من وجهه نظري ممتاز هنا. هو بس هي الفكره بين مرموش وتريزيجيه، هل هيبدا بيهم؟ يعني هيبدا بمين في الاثنين؟ يعني مرموش ماشي كويس برضك في المانيا، واخر اسبوع محقق هدف، وهو مقتنع يعني مقتنع بيه بشكل كبير جدا. هو اللي جاي؟ وهو راجل عنده حلول برضك، مرموش عنده حلول للتصويب على المرمى بشكل كبير جدا، فعنده حلول ممتازه. فيعني انا اعتقد هو خدت مع المنتخب كمان يعني. أيوة. يعني بوجوده لما بيكون فايق ومصحصح لا بيعمل فرق، وعنده حلول، يعني عنده التصوير على المرمى من اكتر الناس بتقدر تصوب، وعنده بدائل، هو في الحته ديت عنده زيزو، عنده تريزيجيه، الاثنين كويسين. هل بقى هو ممكن يفاجئنا مثلا بقفشه؟ يعني النبي تبقى مفاجاه حلوه. طبعا كلنا نتمنى بقى. هو ده بقى ايه، ردا على سؤال حضرتك،
لو هو فاجئنا بقفشه هيبقى الموضوع مختلف بقى، هيبقى غير طريقه اللعب وهو بيفاجئ السنغال وفاجئنا معاه، ودي حاجه نتمناها كلنا. هو عامه كان معانا خبر في الصحافه كان بيتكلم كده ان احتمال كبير يحصل تغيير مع انضمام قفشه للمنتخب، وهذا ما يبحث عنه المفروض كان كيروش. نتمنى ذلك. خليني اروح مع حضرتك بقى انا وكريم برده وكابتن ياسر لتقييمك لحراس المرمى، سواء بنتكلم في الدوري او الدوليين، شناوي طبعا، ابو جبل، صبحي، جاد، يعني وبمنتهى الصراحه خلينا نعرف من حضرتك. أنا رأيي طبعا إن الشناوي لازم يبدأ. أبو جبل عمل بطولة كويسة جدا لما اتصاب الشناوي، لكن دايما احنا في العرف بتاع مدربين الحراس المرمى احنا لازم نرجع للحارس رقم واحد دايما. طبعا الشناوي ماشي بخطة ثابتة مع النادي الأهلي، أداؤه ممتاز جدا. طبعا أبو جبل يعني الفترة اللي فاتت كان مشدود شوية مع نادي الزمالك، حتة إنه هيمشي هيقعد، فطبعا دي عاملة له أبو جبل من نفسي. الحقيقي الحراس المتميزين جدا، ويمكن من اللعيبه اللي بيتاثر كمان قوي بالشق النفسي، يعني الشق النفسي فيه لعيبه ما بيتاثروش بيه، لا ابو جبل من الناس دي اللي بيتاثر جدا بالضغوطات، بتفرق معاه، التشجيع بيفرق معاه، انا بشوف كده بصراحه. حضرتك تصلح لي برضه. صحيح كلام حضرتك مظبوط 100%، انت قلبتي مدرب حراس مرمى. انا خلاص بقى كده انا عديت حللت الموضوع 100%. بس هو ايه المشكله كمان ان هو محطوط تحت ضغط اللي هو بالنسبه لنادي الزمالك التجديد، وهيمشي هيقعد، انباء ان هو ماضي في النصر السعودي، لا لسه هيقعد، فالموضوع ده حطه على الضغط جامد جدا. وبرضك الفتره اللي فاتت نادي الزمالك مش ماشي بالشكل اللي هو يعني أمثل. فدي طبعا بيتاثر على كل المنظومه، لكن اعتقد ان الشناوي هيكون هو بالنسبه للكابتن عصام الحضري ان هو اللي هيبدا من وجهه نظري الشخصيه. ان هو اللي ممكن يبدا، لكن ما عندناش مشكله بالنسبه للمنتخب في حصن المرمى، يعني عندنا ابو جبل وعندنا صبحي ويجي من بعديهم جاد وفوزي بتاع الاسماعيلي، يعني في اربعه كلها خمسه بصراحة. ودي ميزه ان احنا ما عندناش حارس مرمى محترف. يعني نرجع نقول ان الاتحاد المصري لما عمل ان عدم احتراف في حراسه المرمى دي مقصره جدا، يعني ادينا ميزه ممتازه عن دول كتير جدا. يعني انت عارف حضرتك انا لسه جاي من السعوديه، عندهم مشكله في المنتخبات كلها بالنسبه لحراسه المرمى عشان عندهم الحراسه محترفه. فبنسبة 90% من الفرق في الدوري السعودي كل الحراس محترفين في الدوري الممتاز والدوري الدرجة الأولى، فدي مقاصاة على المنتخبات، لكن دي ميزة بالنسبة لنا احنا. أيوة. بشكل كبير جدا ان احنا عندنا الحراس مش محترفين، فدي مديانا ما شاء الله عندنا ما عندناش مشاكل حتى في المنتخبات الصغيرة، الحراس كلها على مستوى ممتاز ده شيء جدا. ده شيء يعني عظيم. احنا في أول الحلقة أنا ونهواند كنا بنتكلم على تويتة كده كتبها كارلوس كيروش، وفيها تحفيز واضح جدا للعيبه، وفيها قدر برضو ملحوظ من المنطقيه، وتحس ان هو غير توجهاته في التعامل مع الصحافه الرياضيه، ومع عايز حتى اكبر الموضوع اكتر من كده في التعامل مع الشعب المصري. فهل تعتقد انه بعد افريقيا لما شاف ان بقى في اداء مرضي فلاقى الاستحسان، لان هو في الفتره الاولانيه ما سمعش غير او ما شافش غير كل تحفيل الحقيقه، وخصوصا بعد الفتره بتاعت البطوله العربيه. انتقاد ايجابي، انتقاد ايجابي، خلينا نمشيها كده. ما هو برضك في الاول يعني هو في حاجات غريبه اتعملت بالنسبه لنا احنا. احنا اللي طبعا عشان حافظين الفرقه وحافظين المنتخب بتاعنا وحافظين لعيبتنا، فلما ايه ما ياخدش قفشه في الاول وشريف هداف الدوري الممتاز وتغيير مراكز اللعيبه وده من هنا، مع ان يعني مثلا صلاح بيجيد في الحته دي قوي ناحيه اليمين مثلا، ومصطفى محمد خلاص فوت صريح، ما جيش انا واروح مغير الاثنين، فبيحصل الفرقه بقى شكلها مش كويس. طب وليه ما اخلي ده هنا وده هنا والدنيا ماشيه؟ فهو بدا يتعرف على الفرقه برضك. هو اول ما جه طبعا عاوز يقول انا مدير فني، هو طبعا مدير فني كبير جدا كلنا بندعمه وكده، بس طبعا كل واحد بيحب يعمل التاتش بتاعه. فطبعا هو عمل تاتش في البدايه ما كانش ماشي معانا كلنا، فطبعا يعني ايه بدا هو دلوقتي يمشي في السياق اللي هو بالنسبه لنا وبالنسبه لاي حاجه ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي، احنا عندنا لعيبه جامده جدا ما شاء الله، عندنا منتخب جامد، عندنا اربع فرق في افريقيا، يعني ما شاء الله احنا منتخب كبير. يعني لما تيجي تقول على الصعيد الافريقي احنا منتخب كبير، لما نيجي نقول مثلا احنا والسنغال، شوف هم السنغال التاسيس بتاعهم 1962 احنا 1923، فرق كبير جدا. السنغال مثلا قعدت 18 سنه بين اول بطوله وثاني بطوله، 18 سنه اول بطوله 65 وتاني بطوله ليها افريقيه 86، 18 سنه بعيده. يعني احنا ما شاء الله احنا مصر تاريخ طبعا، مصر كبيره طبعا، مصر بلد عظيمه. فطبعا هو ماسك منتخب كبير ومعاه مثلا الحضري
احسن حارس في تاريخ مصر، معاه جهاز برضه كبير يعني، معاه لعيبه كبار كابتن ديا، معاه منتخب جامد جدا، عندنا افضل ثالث لاعب في العالم من وجهه نظري، من افضل لعيب العالم يعني، هو اتظلم في اخر جايزه بس يعني انا نقول شيء يعني نقول افضل ثالث لاعب. لكن عاوز اقول لحضرتك ايه، ان كوش محظوظ انه مسك منتخب هو بس. احنا بنقول الكلام ده واحنا عارفين، ويمكن دلوقتي هو لاحظه، بس خلينا نتكلم بصراحه، انا بحب الشفافيه بصراحه وما نجملش. هو اول ما جه من تصريحاته اللي كانت عليها علامات استفهام ما كانش باين ده برده كابتن ياسر، هو كان يعني بيستخف ببعض التصريحات وفكره يعني، لما قارن اللعيبه بكريستيانو رونالدو واللي اثار غضب ناس كتير، وبعدين طلع غير التصريح بتاعه برده، ما كانش الطف حاجه يعني. خلينا نقول ان هو لما ابتدى مع منتخب مصر ما كانش الافضل في تصريح تصريحاته، صح ولا غلط؟ صح، كلام حضرتك مظبوط جدا. ما هو ده اللي احنا بنقوله لحضرتك، ايه مع الوقت هو بدا يفهم طبيعه الشعب. فانت معاك منتخب تقيل، معاك منتخب تقيل، وما كانش في اي داعي لهذه التصريحات من البدايه يعني منذ. وهو لو بدا بالشكل اللي هو نهى بيه البطوله الافريقيه يعني، صح، كنا الامور كانت هتمشي من بدري كويس جدا يعني. احنا يهمنا الاداء يعني، احنا شعب بيحب الحاجه الجميله طبعا يعني، احنا يهمنا الاداء شكله يبقى حلو، الناس ما بتبقاش متضايقه حتى لو لا قدر الله حصل حاجه، دي حقيقه. لكن نكسب واحنا ادائنا مش حلو الناس بتبقى متضايقه. ليه الناس كلها بتحب النادي الاهلي؟ صحيح، لان النادي الاهلي بيمتع الناس يعني، في متعه في الاداء وفي نفس الوقت النتائج، في نفس الوقت يعني احنا بلس 90 ده معناه ايه؟ احنا بنفضل قاعدين رجل على رجل حتى لو الدقيقه 90 جت، ما عندكش مشكله خالص، صح، وعندك دايما انت حاسه بالامان يعني، عارفه حاسه بالامان. كده بقول لك احنا كلنا اكيد دعواتنا يعني متواصله، ان احنا ان شاء الله نشوف اللي حضرتك اشرت اليه، نشوف اداء مرضي ونشوف نتيجه مرضيه ان شاء الله. واتوقع ان شاء الله كده باذن الله. وبنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، للاسف انت عارف احنا محكومين بمده زمنيه معينه. مش مشكله، هتحضر المباراه ولا لا يا كابتن؟ طبعا اكيد هتروح. كلنا لا هتروح الاستاد ولا ان شاء الله باذن الله. جبت منين التذكره؟ من على تذكرتي. نورت الدنيا يا كابتن. الله يخلي حضرتك، شكرا لوجودك معانا. هنطلع فاصل يا حضرات، وبعد العوده من هذا الفاصل هيكون لنا هواند اللقاء مع دكتوره دينا ابو سعود، وحوار اعتقد هيهم كتير جدا من السيدات بصفه خاصه، فخليكم معانا.